بغياب نجم نيمار دكا المنتخب البرازيلي شباك مضيف الأسترالي برباعية نظيفة في المباراة الدولية الودية قبل مشاركة أستراليا في كأس القارات، خسارة تؤكد أن طريق بطل آسيا في كأس القارات سيكون صعبا للغاية. بعد الخسارة من الأرجنتين كان على رجال المدرب تشيتشي أن يثبتوا أن تلك الهزيمة مجرد كبوة لن تستمر طويلا. البرازيل في مواجهة المنتخب الأسترالي الذي يستعد للمشاركة في كأس القارات لأول مرة ممثلا عن القارة الأسيوية. الحارس الأسترالي ميتشيل لانجراك كان ينظر إلى المجهول الذي داهمه بعد 10 ثوان فقط واسمه دييغو دي سوزا. هدف مبكر أربك المنتخب الأسترالي الذي اعتمد على سرعة عزيز به من الجهة اليسرى لكن دون أنياب حقيقية للمهاجمين على مرمى الحارس دييغو ألفيس. أما البرازيل فاعتمدت على الاختراقات من العمق بين كوتينيو وجوليانو وكوتينيو ودي سوزا، سيما مع وجود مساحات كبيرة في عمق دفاع المنتخب الأسترالي لم تترجم إلى أهداف، لينتهي الشوط الأول بهدف وحيد. بعد العودة من الاستراحة حاول أليكس ساندرو لدغ أصحاب الأرض مرة ثانية بتصويبة قوية ضلت المرمى. أما أستراليا فواصلت الاندفاع الهجومي العشوائي على الطرفين، وهذه المرة عرضية روبي كروس مثل سابقتها. الارتباك الدفاعي المتواصل للاعبي أستراليا تسبب في الهدف الثاني عند الدقيقة 62 عن طريق تياغو سيلفا. مدافع أستراليا واصلوا الأخطاء الفادحة ودييغو دي سوزا يرد هدايا الدفاع الأسترالي، لكن البديل تايسون ومن أول ظهور له يوقع الهدف الثالث. الهدف الرابع الذي كان عصيا على مهاجم البرازيل عدة مرات في الدقائق الأخيرة من المباراة جاء أخيرا برأسية سوزا. رباعية لا تعني سوى شيء واحد، أن أستراليا ذاهبة إلى مستقبل مجهول في كأس القارات، وهذه المرة المجهول ثلاثي الأسماء ألمانيا، تشيلي والكاميرون.